السلام عليكم، شراكم؟ ان شاء الله تعودوا لاباس وتعودوا مهنيين. مرحبا بكم في نوفيل فيديو. اذا لا بروميير فوا كنتو تشوفوني، نقول لكم ما تنساوش تابوني قبل ما تروحوا وتاكتيفيو لا كلوش باش تلحق لكم نوتيفيكاسيون دي كنحط فيديو اون لين. وبيان سور اذا عجبتكم ما تنساونيش بليجام. كيما راكم تشوفوا اليوم راح نديرو بيتزا كاري ولا بيتزا تاع سميد، باسكو راح نديروها بسميد، ولا بيتزا تاع بولونجي. كل واحد واش يقول لها واش يقولها. انتيكا حنا لي زالجيريان كاع نعرفوها ونحبوها. شوفوا كيفاش تجي، تجي طريه كيما راكم تشوفوا. بيان سور تقدروا تخشنوها ترقوها كيما تحبوا، انا نحبها بهاد السمك، يعني ماهيش بزاف رقيقه وتخرج هايله. نروحو نشوفو واش نسحقو في لاغوسيت. عندي كاس حليب تيات، نجي نخدم هنا لو لوفان تاعنا قبل نحط الكاس هكذا تاع حليب كيما راكم تشوفو. نزيد له مغرفه كبيره تاع خميره تاع خبز ونص مغرفه تاع سكر. نخلط هكذايا كاع هاد المقادير، نخلطهم ونحطهم دو كوتي يخمروا شويه. هنا في لاباط عندي 3 كيسان فارينا، ثالث مع كاس سميد مويه متوسط، السميد ما هو شرقي، مويه باش يمدلها واحد القرمشه هايله، مع الملح ما ننساوش الملح كيما راكم تشوفوا. نخلطوا هكذايا هاد لي زانغريديون ساك. نجي نزيد لها نص كاس زيت، واذا حبيتو ديروا زيت زيتون ولا تقدروا ديروا نص زيت زيتون نص زيت سونغو كيما حبيتو. هنا يقعد حاجه اختياريه. ومن بعد نزيد نجي ندير هذاك لو لوفان تاعي ونخلط كلش. بيان سور هذا مش راح يكفيني باش نلم العجينه، و سورتو كي فيها السميد راهي راح تشرب بزاف سوائل. نخلط هكذا مليح ونبقى نزيد بالعقل. باغ كونطخ هاد العجينه لازم نعجنوها تتعجن مليح. ونزيد لها كاس تاع كاس ماشي كاس، مغرفه كبيره تاع خل. هنا بعد ما جمعتها نعجنها، راني زدت لها الماء وانا نعجن اشاك فوا نحسها تيبس باسكو السميد يشرب بزاف الماء، سورتو السميد مويا. نزيد ما لازمش نخليها لاباط بزاف يابسه، ما لازمش تاني نطريها اللي نحصل فيها. كيما راكم تشوفوا هاد القوام تحصل عليه. ندير شويه زيت في هذاك ريسيبيون ونخليها تخمر حتى الدوبل ولا التريبل دو فوليوم. فوالا نغطيها مليح. ما بيت نروح نوجد لافارس. عندي بصل وطوماطيش كما راكم تشوفوا، حبيبه بصل صغيره والطوماطيش. طوماطيش نقولوا في 6 حبات طوماطيش، نحي زوج ونقطعهم هكذا كونكوب، والباقي نرحيه نعبيه برك. ولا تقدروا تعبيو كلش ولا هذه تاني تقعد اختياريه. صح بهذه الطريقه تجينا لاصوص بنينه وتجي مليحه وتجي باينه، باسكو مانيش راح نديرو لها لا فرماج لا والو. نجي نحبط هذاك البصل نقليه هو الاولاني. غير شويه غير نشوفو هكذا تبان كما راكم تشوفوا معايا البصل.
نزيد لها حبة، ماشي حبة، مغرفة تاع طوماطيش كونسيرف كيما راكم تشوفوا. نقليها شويه ديك الطوماطيش باش ما تعودش، باش ما تطلقش المراره. كي نعود نقلي في الطوماطيش لازم نقعد واقفه، الطوماطيش تاع بابا باش ما تتحرقليش، نقعد هكذا نقلب فيها بس كل ما نشاحها نطول، غير تتقلى شوية نزيد الطوماطيش تاع الحب. نزيد هذيك الطوماطيش اللي قطعتها هكذا اون كوب. من بعد هنايا ندوزنها، ندير فلفل الكحل، فلفل عكري، فلفل عكري يعطيها واحد الكو بزاف بنين ويعطيها كولور بزاف شابة تاني. الملح بيان سور، وهنا نزيد لها شويه ثوم. اذا عندكم ثوم فخي حبه ولا زوج برك بابلوس رابيوهم، ونخلط كلش هكذا يتقلى شويه. وهنا نزيد ندير لها زعتره، البنة تاعها هاد لاصوص ولا لا بيتزا كاري في الزعتر والمعدنوس، هما صح البنة هما اللي كما يقولك هما البنة فيهم شغل. كي تذوقي البيتزا كاري تتبني بنة الزعتر والمعدنوس، هادو هما اللي ما لازمش نتخلاو عليهم في البيتزا كاري. نديرو لها شلو فرماج، نديرو لها والو، نديرو لها غير الزعتر والمعدنوس تجي اكسترا. ومن بعد تيك هنا نجيو نمرقو بالطوماطيش اللي رابيتها. هنا كتعو الطوماطيش تاعكم في وقتها وفيها لو جو وطريه ماهيش يابسه، نكتفيو انه هكذايا نديرها ونقص لها الماء ونطيب. سينو اذا كانت يابسه ندير لها واحد النص كاس ماء ونخليها تتجمر في عقلها. بعد هنا كي طابت لي ما لازمش نشفها باسكو كيما قلت لكم الاخر ما راح نديروا لها والو، شغل ما راح نديروا لها فروماج ولا باش ما تجيناش بزاف ناشفه، نخليوها هكذا مايها. وما ننساوش باللي العجينه راهي بالسميد. وهنا خبرت لي العجينه، صدقوني العجينه هذه يا جربوها تاع السميد تجي فيها واحد البنه كومبليتوم ديفيرون تاع البيتزا تاع الفارينه اللي نعرفوها. صدقوني كي تجربوها والله ما تندموا عليها. فوالا كيما راكم تشوفوا نجي نحلها ديريكتومون في الباب الكويسون. انا بعد ما حليتها نحطها فوق، نحطها في السيوة. تقدروا تحلوها رقيقه كيما نحليتها، حنا نحبوها رقيقه. تقدروا تخلوها شويه خشينه ومام هكذا رقيقه وما جاتنيش يابسه، جات هايله. ندي نتقبها هكذا بالفرشيطه وبيان سور كيما راكم تشوفوا راهي باينه. حاجه الاولى نحط لاصوص،
هنا راح الفوق شاعل، نديره في الماكسيموم الفوق، ندير لها شوية فلفل حار، شوية لي زونشوا. انا لي زونشوا نحب نديرهم هكذا، فتتهم رقاق باش ما نحسش هذيك الملاحة بزاف. ملاحظة، لي زونشوا تقدروا تشمخوهم في الماء باش تنقصوا لهم هذيك الملاحة، شغل تحطوهم في الماء تنقص هذيك الملاحة تاعهم وديروهم. هنا مع لافان تاني نزيد لها زعتر من الفوق هكذايا، هذه هي البيتزا. بعد هنا كي طيب بيان سور، اللي يحب كيما نقول لك اختياريه، نزيد لها شويه زيت الزيتون من الفوق بيان سور اللي يحبوها، بصح يزيد فيها النص كي يديروا لها زيت الزيتون. والمعدنوس، معدنوس نون سيلمون بنين، دي غير ديرو ما تخافوش، مش غير ما تحوش عليه، وفيه فايده بزاف للصحه تاعنا سورتو الدراري الصغار. وهنا غليت حبيبات بيض، ترابيت لها فوق حبيبات بيض، هذا اللي راكم تشوفوا فيه راهو بيض مغلي ماشي فرماج. ان شاء الله تكون عجبتكم لا بيتزا تاع اليوم، وان شاء الله تعودوا لحقتوا وشفتوا لا فيديو حتى لهنايا. ما تنساونيش بلي جام، ما بقى لي نقولكم سلام.